السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي، كيفين لاباس عليكم؟ هانيين بخير. مرحبا بكم في قناة عالم صابناز، ومرحبا بكم في فيديو آخر إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم باترون ديال قفطان أو جلابة إيفازي، بواحد الطريقة سهلة وبواحد الطريقة ديال التركيز، طريقة مميزة وناجحة مليون في المئة. إذا المهم أنا راه تراسيت باش ما يجيش الفيديو طويل، لان الفيديوهات ديال الصاله كيكونوا طوال. اذا هنا بحال عندي الثوب مثلا فيه متر ونص في العرض، والطول فيه 3 متر، لان غادي نتراسيو الامام بوحدو والخلف بوحدو، حيت كاين واحد التغيير في التركيز. اذا هنا 75، يعني طوينا الثوب على 2 متر ونص على 2، هي 75. هذه ديك الحاشيه ديال الثوب، هذه الحاشيه ديال الثوب. اذا من هنا دائما من مورا هاد الحاشيه دوك نسميوها هنا بقى، غادي ندير الكتف على 2. دائما كنقول لكم خاص يكونوا عندنا العبارات ديالنا ها هما. عندي الكتف 40، عندي نصف دوره الصدر 50، عندي الحزام طول الحزام 40، الطول ديالكم 60، الطول ديال الحوض 60، والطول الكلي متر 34. اذا هنا درنا متر 34 زائد 6 او 8 او 10 او 10، وهنا 75. اذا غادي ندير باش يبان لكم مزيان. اذا غادي ندير من هنا من مورا الحاشيه عندي 21. اذا الكتف على 2 زائد 1 هي 21، هي على 2 زائد 1. هنا كندخلو ب 8 ديال العنق، ها هي. هنا غادي ننزلو ب 4، غادي ندير الطول ديال الصدر عندي 50 مقسمه على 2 هي 25، ها هي. الطول ديال الحوض، الطول ديال الحزام 40، ها هي. والطول ديال الحوض ها هي 60. غادي نتراسيو الصدر ديالنا، الحزام والحوض. عندي الحزام، غادي ندير الصدر زائد صدر على 2 زائد 2، غنديرو 2 هي 27، 25. غادي نتراسيو بطريقة سهلة، كاع اللي خدا الأساس ديال الفصالة راه حتى حاجة ما غادي تجي واعرة. هنا غادي ندخلو في الحزام بجوج، عندي الحوض 112، هي 56، 28، لا زائد 2 هي 30، هاهي. إذا ها الحوض ديالنا كيما كتشوف، هذا الصدر بوطخي ليوبيست، هذا باسان، باسان حتى لهنايا، إمانة الكتف ها هي. غادي نكمل هنايا باش ندوزو لهنا فيه شويه ديال الخدمه، خصني نشرح لكم الإيفازي. غادي نخرجو داكشي اللي بقينا في الثوب، مثلا 10، 15، اللي بغيتو. إذا غادي نلاقي هاد النقطة ديال الحوض هادي، غادي ناخد هذا وناخذ هاد هكا، إذن هنا التركيز هذا كيفاش غادي نديرو؟ هادي طريقة زوينة بزاف. عندي الكتاف هنا 21،
غادي ندخلو من جهه الكتاف بجوج. ها هي غادي نهبط بواحد الخط كندخل هنا بجوج. هانتوما كيبان لكم هنا دخلت بجوج. هاد المسافه اللي عندي غادي نقسمها على ثلاثه. إذن هذا يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا. إذن التركيز ملي غادي نبداو من التحتاني من هذا المربع التحتاني، ها واحد ها جوج ها ثلاثة. إذا عدي هنايا جوج ديال القسمات، ها هما ها واحد ها جوج. إذن هذا الخط هذا ديال الكتيف ديال الإمالة غادي نلاقيو مع هذا بحال هكا. هادي البنات اللي عندهم مشكل في التركيز. اولا كنشكر الجزائريات والتونسيات، كنقول لهم شكرا لكم، وانا ارى هنا الاشاره يعني كنشكرهم بزاف. كيتواصلوا معايا في الفيسبوك، وكاينين معنا بعض التونسيات بعض الجزائريات في الجروب، كنشكرهم بزاف 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 الكلمه الطيبه. عاد كنلاقي هاد هانتوما هاد النص هذا، كندير الخط عاد كندير تحريفه ديال التركيز. هذه طريقه زوينه 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 بزاف. هانتوما هنا العنق دائما كنت نقول لكم 10، كانت كنقفطان غنديرو بحال هكا، كتكون على شكل نصف دائره بحال هكا اش كيبان. كان قمي كان جلابه كنديرها بحال هكا بحال هكا. خصنا نقادو الايفازي ديالنا. الايفازي كاينين طرق عديده، اما كنديرو هكا باش كنقادو الزاويه القائمه، خص تكون فين جاتنا الحد ديال الزاويه القائمه، ولا الطريقه الكلاسيكيه هاد المسافه ماشي من هنا ولكن من هنا لهنا كنقسمو على جوج. اذا من هنا لهنا ماشي من هنا لهنا، اذا من هنا من هنا لهنا كنقسمو على جوج. البنات كيقول لك واش من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، انا غادي نقول لكم عبرتو من هنا عبرتو درتو هنا متى هنا خط هنا النص، عبرتو المسافه اللي عندكم هنا عبروا حتى من هنا ماشي مشكل. عبرتو من لو بيست داكشي اللي عندكم هنا عبروه هنا، عبرتو من الصدر داكشي عندكم هنا عبروه هنا، عبرتو من هنا داكشي اللي عندكم هنا يكون عندكم هنا. هانتوما فاش درت زاويه قائمه راه جاتني هي هذه هاي الخط هاو. اذا كنقادو ماشي بهذا وانما بالاخر ماشي مشكل، انا غادي ندير بهذا. تقادو هاد المسائل ديالكم بحال هكا صافي. الايفازي ديالنا تقاد. اذا هادي جلابه او قفطان ايفازي، بالنسبه للايفازي على حسب تشوف. اذا الظهر ملي كنبداو الظهر كنبداوه من هنا ماشي من هنايا، كنبداو الظهر ديالنا من هنايا. غادي نشوف شحال بقى ليا هنا، اذا الظهر غادي نقلب بحال هكا. غادي نعبر كتف ديالي 21، غادي نهبط 25 الصدر، غادي نهبط ب 40 الحزام، غادي نهبط ب 60 الطول ديالي ها هو هنا 4.
هنا كندخلو بثمانية، هنا عندي ثمانية وعشرين، لا خمسة وعشرين زائد جوج، ثمانية ستة وعشرين، سبعة وعشرين، كندير الخط ديالي ها هو، داكشي درنا في الامام كنديرو في الظهر، وغير وكان التركيز لا ماشي بحالو. هنا غندخل بجوج، هنا عشرة، دائما هنا ما خص تكون هاد البوينتي هادي دائما تكون بحال هكا. خلوهاش بوينتي وهنا كذلك، هنا جوج، هنا لا، هنا غادي ندخلو بجوج، هنا عندي هاد الخط، هنا هادشي العلاقة ديالنا كنهبطو بجوج، هنا شنديرو؟ هنا هاد المسافة اللي عندي هنا قسمنا على ثلاثة، ولكن هنا غادي نقسمو على جوج. نقسمو على جوج، هذا هو الفرق ما بين الامام والظهر. صافي كنديرو الخط، هنا دخلنا بجوج، ها هي هنا دخلنا بجوج، عوض ما نقسمو هنا على ثلاثة بحال اللي درنا في الامام كنقسمو الظهر على جوج، يعني تيكون هذا يساوي هذا. صافي كنديرو حردة الابط او كنديرو ديك التحريفة ديال التركيز، هانتوما كنشوف صالة رائعة ديال التركيز، أن أغلبية الناس عندهم مشكل في التركيز، يعني يعتمدوا على هاد اعتمدوا على الطريقة، ما عمركم ما باقي تلقاو مشكل في التركيز. إذا المهم هادي قفطان أو جلابة إيفازي، هنا غادي ندوز لكم، هنا دائما عندي أنا صدر في خمسين، كندير الصدر على جوج ناقص أربعة كما العادة، أربعة ديال الإمالة هادي باش هبطنا بربعة، هاك راني عبرتها قبيلة لينا طراسيت من هنا لهنا، غادي نديرو الصدر على أربعة، هي هادي يعني ديك خمسة وعشرين غادي نقسمو على أربعة، راست لكم غادي نديرو فيه لان جلابة اي فرنسي غنديرو فيها 17 كاع 16 17 نديرو 15 زائد جوج ديال الخياطة هي 17، كاينه طريقة اخرى فيكم ديرو بحال هكا بمسطرة وممكن تقسمو هاد المسافة على جوج، تقسمو على جوج، غدخلو بواحد، غديرو بحال هكا، يعني
هذه دائما كندير هاد المسائل هاد ديال البنات اللي هما مبتدئات، كاين اللي ما كتعرفش دير لك بحال هكا هانتوما بحال بحال، ثم قسموا على جوج وخدموا بهذه. يا هذا هو الكم، الكم راه كاين في 16 زائد جوج بقي على 4. دائما داك المسافه اللي عندنا هنا كنقسموا على جوج اللي كنحطوا هنايا، دائما دي قاعده، ما كايناش قاعده كنهبطوا في 12 ولا 10 ولا 8 ولا ديك، راه ما كايناش نهائيا. انا ضد هذيك الفكره ديال حنا كنهبطوا ب 10 كيلو كيهبط ب 12 كيلو كيهبط، لا حنا راه عندنا الصدر ديالنا هو اللي كيحكم لينا في العمق ديال الكم، ما عندنا شي رقم معين نهائيا، لان كيختلف من جسم لجسم. هذا القب هنا غندير 30، هذا الجهه المسدوده هنا ندير 40 او 42 على حسب الكتاف اللي عندكم. هنا كنديروا الدوره ديال الامام مع ديال الخلف 28، غادي نطلع ب 10، كاين اللي كيطلع ب 12. انا كنعتمد على النقطه باش كان نهبط في الكول، انا هذه النقطه ديالتي اللي كنعتمد عليها، وهذا هو الرقم اللي كنعتمد عليه. اذا انا الكول اللي كيعجبني بكل صراحه هكا بلا ما نحرف، هذا هو القب اللي كيعجبني. واحد السؤال كانوا البنات قالوا لي كيفاش كتعرفي يعني الدوره ديال الامام والدوره ديال الخلف. اذا كنشدو المترو كنديرو بحال هكا، كنعوجوه كنقبطو الكول ديالنا ملي كن اي لبسه، ملي كنفصلوها كتكون طويه على جوج او الربع ديالنا، كنديرو السنتيم بحال هكا كنبدا نعبرو داك العدد اللي عندنا واللي كنحطوه هنايا. ولكن لا بلاش عليكم غديو غير هاد الطريقه هكا، انا كما قلت لكم تعجبني بلا ما نحرف. هذا ممكن نزيدو ديك السميطه هذه كتغطي لينا ديك السفيفه، كندير واحد 15 هنايا. بالنسبه للعرض، العرض على حسب السفيفه، تقدر تكون 5 تقدر تكون 6 تقدر تكون 2 تقدر تكون، على حسب السفيفه ديالنا اللي عندنا. السفيفه هي اللي كتحكم لينا في العرض ديال هادي ديال هاد. اذا هذا هو القب، هذا الكم، وهالغرض ديالي هو هذا، والتركيز اذا نعتمدوا على التركيز بالنسبه للبنات اللي تخوفوا، واي تركيز داروه ما كيصدق لهم شويه هذا كترجع لهم اللبسه للخلف. اذا نعتمدوا على هذا التركيز هذا. نتمنى هذا الدرس ينال الاعجاب ديالكم، والبنات اللي طلبوه مني يعني نتمنى انني توفقت في الشرح، وشكرا لهم بزاف بزاف بزاف، وشكرا للتطبيقات، وشكرا للتشجيع، وشكرا للاخوات التونسيات والجزائريات كنشكرهم بزاف بكل صراحه. الكلام ديالهم طيب، كيدخلوا عندي الخاص يعني ما شاء الله عليهم، راكم خوتنا وراكم عزاز وراكم ديما في القلب، حنا كنا مسلمين الحمد لله. اذا اللي عجبو هاد الفيديو او هاد الدرس ما ينساناش من لايك ومن تعليق ومن بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وهو هذا المهم. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا لكم.